السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم ديمشي وكلشي ماما آدم. نتمنى تكونوا كلكم بخير متتبعين ديالي، واليوم إن شاء الله دي تكون اقتراح عن وصفة خفيفة للعشاء ويمكن حتى استهلاكها في الغداء، لما لا؟ إن شاء الله هذه تكون وصفة إيطالية، يعني ريزوتو بالإجاز أو بعويد بفخوماج غونغونزولا، واحد الفخوماج اللي كيكون النكهة ديالو في كي بحال السمن، يعني كتكون في واحد الكويرات كحل، يعني ليس معفن ولكن هو الطريقة ديالو التركيبة ديالو دايرة هكا. المهم بلا من نكتر عليكم غادي نمروا للمقادير، ولكن قبل نتمنى اللي مازال ما اشترك في القناة ديالي يضغط على المربع الأحمر وباش ينضم ليا، ويتفاعل الجرس باش توصلوه جميع الوصفات المقبلة إن شاء الله. ولا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا على لايك، ونمروا إن شاء الله هي المقادير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج كما تلاحظون المقادير جد بسيطة. غادي نحتاج رز من النوع الجيد، ماشي الرز كلاسي، رز عادي جدا. غادي نحتاج جبنة المبشورة بارموزون، غونغونزولا كما تلاحظون اللي ما كيعرفهاش هي هذه، واحد الفخوماج كيتباع في المحلات التجارية، كتكون عنده واحد الكحولية سوداء ولكن هو يعني جد مالح، يعني الطريقة ديالو هكايا. عندنا إجاز بعودة مقطعة إلى طرف صغيرة، بصل مقطع صغير، زيت الزيتون، ملح، إبزار، وعندي مرق الخضر اللي استعملته، يعني استعملت فيه جزرة، بصل، أعواد من الكرافس، وقطع من اللحم تركتهم حتى طهوا مزيان وصفيتهم، وبدا عندي الخليط، وهذا باش غادي نمرق إن شاء الله. ونمروا إلى طريقة التحضير. على بركة الله كما تلاحظون خديت مقلات، يعني عندي الرز لشخص او شخصين، الا كانت افراد العائله كثيره يعني ديروا قدر او طنجره شويه كبيره. انا درت زيت الزيتون تقريبا ملعقه كبيره، والبصل المفروم غادي نخليه يطهى واحد شويه، يعني كما كتشوفوا يطلق ليا شويه، ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا ان شاء الله. كما كتلاحظوا البصل ديالي ها هو ولا كيطلق شويه، سمحوا لي قبيله ما نضفتش لكم، عندي تقريبا ما يعادل ربع ملعقه من الزبده، يعني باش كيجيك الرز كريمي، يعني كتكون فيه داك النكهه ديال الزبده، كتعطي شويه واحد كيجي كريمي. واللي عنده مشكله يقدر يستغنى عنها، ماشي بالضروره. دابا غادي ندير الرز ديالي كما تلاحظوا، غادي نستمر التحريك باش ياخذ ليا يتسم ليا بالنكهه ديال الزيت والزبده والبصل اكيد، يعني جد سهله جدا وصحيه وخفيفه. دابا ناخذ كما كتلاحظوا المرق، انا درتو في كسرونه حتى سخن، غادي ناخذو غادي نبقى نمرق به الريزوتو ديالي. الريزوتو يعني بمعنى انه كياخذ من 10 الى 15 دقيقه، يعني تسلق ديال كل حده تبقى قابلو. هذا هو السر ديال الريزوتو الايطالي، الرز الايطالي كيكون لذيذ ومنسم، يعني كيطيبوه بهذه الطريقه هذه. المهم غادي نكمل انا على هذا المنوال هذا، قبل غادي نضيف قبصه ملح، شويه ديال البزار، يعني الملح خصكم تاخذوا معي جاب الله، غادي ديروا هذا الفخوماج غونغونزولا كما قلت لكم، يعني كيكون مالح، يعني خصكم تنقصوا شويه من الملح. المهم انا نستمر على هذا المنوال ونتلاقاو بعد قليل ان شاء الله. كما تلاحظون الرز ديالي ها هو كيتب، وفي نفس الوقت كياخذ هذيك الضرميره، يعني هذاك لا كريموز ولا هذاك الصوص كتكون شويه ثقيله.
ينفع كينشف الماء كنعاود نضيف المرق ديالي ديال الخضار. ان لم تتوفروا على مرق الخضار يمكن استعمال النكهه بدمه البقر او الدجاج، وتذوبوها في الماء لتر من الماء الفاتر، تبقاو تمرقوا بها يعني كيجي حسن. المهم انا نستمر هكا حتى كنحس بالروز قرب يطيب ان شاء الله. غادي نزيد ليه كما قلت لكم الاجاز، كيعطي واحد النكهه جد جميله جدا للروز. والجبنه الغونغونزولا، على ديك الغونغونزولا اللي ما عندوش يدير اي جبنه متوفره، يعني بتكون شويه منسمه باي نكهه مفضله. للعلم ان هذه الوصفه كتمشى مع الاجاز وهذا النوع من الفرماج. ان لم يكن متوفر ماشي مشكل، ونتلاقاو باش نكملوا الطبق ديالنا ان شاء الله. كما تلاحظون الرز ديالي ان شاء الله قرب انه يطيب. غادي نضيف ليه دابا اجاس او بعويد، يعني تكون فكره جد جميله اللي كما قلت في اول فيديو وجبه العشاء، يعني الواحد يغير شويه. غادي نخليه لان يعني الرز قرب يطيب، نخليه واحد شويه، يعني كل ما لاحظت ان الرز باقي شويه يعني قاصح اضيف المرق، ونلتقي بعد قليل ان شاء الله. كما تلاحظون الرز ديالنا ما شاء الله هو طاب تقريبا، يعني الحبات كما تلاحظون يعني ما كيتهرسوش ولا والو، يعني لابد ان يكون الرز بنوعيه جيده. ودابا ان شاء الله غادي نضيف جبن غونغونزولا كما قلت في الاول كان موجود بكل فرح. ان لم يكن موجود استعملوا اي جبن متوفر عندكم في البيت لا مشكل. انا ما كثرتش الملح، يعني لم اضيف كميه كثيره من الملح، لان الجبن كما قلت مالح كما كتلاحظوا، هو كيعطي هذاك كيخلي الرز يكون مثل الكريم كريمي. غنستمر على هذا المنوال، هذا غادي نضيف ليه قليل من الزيت حتى كيذوب ليا الجبن، وغادي نضيف عليه الجبن المبشور كما تلاحظوا، ونتلاقاو باش نشوفوا الطبق الاخير ان شاء الله. كما تلاحظون الرز ديالنا او ريزوتو بالاجاس وجبنة الغونغونزولا صار جاهز، يعني جا زوين شهي للغاية وكريمي، يعني الصلصة جات ثقيلة وجا زوين كما كتلاحظوا. رافقتو بقليل من رشة الجبن المبشور، وكما قلت لكم الا ما عندكم جبنة الغونغونزولا استعملوا اي جبنة، ولكن هذا الجبن هذا كيعطي واحد النكهة خاصة عن جد يستحق التجربة. نتمنى الطبق ينال رضاكم، ولا عجبكم ما تنساوش الضغط على لايك وبارطاجيو ولا شاركوا الوصفة مع الأحباب ديالكم كي تعم الفائدة الجميع ان شاء الله. واشتركوا في القناة ديالي، واللي ما فهمش حاجة يخلي لي تعليق تحت الصورة، وان شاء الله المقادير بالتفصيل سوف تجدونها عفوا في خانة الوصف تحت. وإلى الملتقى إن شاء الله في وصفة جديدة من كوشينا ماما آدم. السلام عليكم.